بهدف تجديد العهد مع التتويجات، يحضر فريق شباب بلوزداد بكل جدية للموعد الهام نهائي كأس الجمهورية، حيث استهل المدرب حنكوش التحضيرات بالتركيز على الجانب النفسي، مستغلا النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في البطولة. باش وصلنا للنهائي هذا، انا فور موا يعني رجع يعني وصلنا ان اوبجيكتيف اللي كنا حتى واحد ما كان يتوقع. ماذا بينا بيان سور نحضروا له باش ندو هذا الكاس، تبقى كما يقولوا باللغه الاجنبيه لا سوريس ولا غاتو، ولكن اليوم رانا في فرحانين اللي باش نروحوا للمقابله هذه. الشوق والحنين الى السيد الكاس جعل لاعبي الفريق يؤكدون استعدادهم للمهمة المنتظرة رغم غياب الثنائي فنير وبوسحابة، حيث أكدوا عزمهم على إمكانية الفوز في النهائي وتحقيق الأهم وهو التتويج بكأس الجمهورية للمرة السادسة. الحمد لله لي موياك راهم كاع موفرين باش تكون الفريق في أحسن ظروف. المقابلة اللي راح تكون بالنسبة لنا احنا لاعبين ومسيرين والفريق تاع الشباب تاريخية، باسكو كاين سيرتان جوار معنا ما كانش عندهم الحظ باش يلعبوا ان فينال. تحضرت المقابلة كما يقول لك كل جوار يتمنى يلعب في النهائي، الحمد لله كما يقول لك احنا كنا هذا العام في النهائي احنا وفريق البرج. الحمد لله كما يقول لك ما جاتش ماشي سهلة باش تروح فينال، خدمنا كما يقول كاع العام وحنا نخدموا. كما يقول لك النهائي يعني 50-50% يعني حظ تاع سواء تاعنا ولا تاع المنافس. ان شاء الله احنا انا بريباري كيما يلزم الحال ان شاء الله باش نكونوا حسن ظن الجميع ان شاء الله. الطاقم الفني وقصد تعويد اللاعبين على ارضيه معشوشبه طبيعيا خصص بعض الحصص التدريبيه بملعب رويبه، وهو ما مكن اللاعبين من التاقلم اكثر والاستعداد بشكل جدي لمواجهة هذا الخميس. هكذا إذن هي آخر حصة تدريبية لفريق شباب بلوزداد قبل الموعد الحاسم لنهائي الكأس. حماس كبير يطبع اللاعبين، إرادة وعزيمة أكبر لرفع التحدي ونيل كأس سادسة.